مرحبا، شخباركم؟ معكم الموديل توتو والميك اب ارتست فايزة الكسادي. اليوم احنا في بوتيكات وقررنا نصور لكم فيديو عن طريقة توزيع الكونتور او هايلايت. اول شيء نسوي الميك اب، يعني نرطب الوجه، نحط الفونديشن، وعقب وقت الكونتور. على فكره في الكونتور اللون الغامج يصغر واللون الفاتح ينور ويبرز المنطقه اللي احنا نحط عليها. طبعا فايزة الكسادي لها طريقتها خاصه في توزيع الكونتور. هي ما ترسم الكونتور بشكل واضح او حاد، هي ترسم الكونتور بشكل مموح وتدمجه، وعقب تبدا تطبطب بالبيوتي بلندر. بعد ما وزعنا الكونتور وخلصنا، حطينا شويه بلاشر كريمي يعطينا لون حلو بعد ما ندمجه بالبيوتي بلندر مع كونتور ويبرز الخد. اليوم احنا استخدمنا هالباليتين من ميك اب فور ايفر. استخدمنا اول باليت ككونتور، الثاني حق البلاشر. فالحين بنختار لون الهايلايت اللي نبغاه عشان نبرز المناطق اللي احنا نبي نبرزها، فبراويكم طريقه التوزيع. مثل ما تشوفون بنفس الطريقة نوزع الهايلايت، مو بشكل حاد ولا نرسمه بشكل خط. تقريبا وزعنا الكونتور، وزعنا الهايلايت. الحين قبل ما نثبت الأساس بالباودر بنستخدم هايلايت عشان يطلع معانا بشكل واضح وأحلى. بعد مثل ما تشوفون بالطريقة طبطبة، يعني ما نمسح الهايلايت، ما نمسح الفرشة على البشرة. الحين فايزة قبل ما تثبت الأساس بالباودر، أول شيء راح تستخدم كونتور باودر عشان تزيد على هاللاين، لاين الكونتور اللي رسمناه. فبنستخدم من أنستازيا كونتور باودر. الحين بنستخدم اللوس باودر من لورا مارسي عشان نثبت الفاونديشن. بعد ما استخدمنا اللوس باودر راح نحط كومباكت باودر على كامل الوجه عشان نثبت الفونديشن ونثبت اللوس باودر عشان انه يتم معانا لفتره طويله. الحين احلى فقره عندي، بنسوي كونتور للشفايف. بنستخدم محدد بني من ميك اب فور ايفر وبنرسم الشفايف. اوكي، وكذي خلصنا الميك اب مع الميك اب ارتست فايزة الكسادي. ان شاء الله حبيتوا الفيديو واستفدتوا من طريقه الكونتور. احبكم وايد. باي باي.